ولكن هنكمل مسلسل القمع ويمكن تكميم الأفواه اللي بينتهجه أردوغان. والحقيقة أنه هذا المسلسل لا يزال مستمر. خلوني أقول لحضراتكم أنه ألقت السلطات التركية القبض على الصحفي التركي إمري أورمان في محافظة شمال أو محافظة إسطنبول، ده بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي اللي انتقد فيها عدوان تركيا على شمال سوريا. وتم نقل الصحفي إلى مديرية الأمن، ده في الوقت اللي بتوصل فيه الشرطة التركية ملاحقتها المعارضي العدوان على سوريا. تعليق حضرتك يا فندم على قيام قوات أردوغان الحقيقة بجميع من اعترض على العدوان التركي على سوريا دلوقتي؟ اولا ده استمرار لهذا المنهج القمعي الحقيقه اللي بتمارسه السلطات التركيه. تركيا حتى باعتراف التقارير الدوليه وتقارير منظمه مراسلون بلا حدود وكل تقارير منظمات الحقوقيه، هي اكثر دوله بتسجن الصحفيين في العالم وبتقمع حريات الراي والتعبير. وبالتالي تركيا بتواصل نهج حتى قبل الانقلاب الفاشل او الانقلاب المزعوم قبل 3 اعوام، هي بتمارس سلطه ممنهجه لتكميم الافواه ومحاوله تحجيم اي راي يعارض راي حزب العداله والتنميه، ومحاوله احراج السلطه التركيه وكشف الازدواجيه الحقيقه اللي بتقوم بيها. وبالتالي هذا هو المنهج وهذا هو المعتاد. لكن خليني اقول لك كمان انه تأييد جماعة الإخوان وتأييد هذه المنابر الإعلامية للاحتلال التركي والعدوان التركي على دولة عربية ودولة مسلمة هي دولة سوريا الشقيقة، هو سقوط سياسي جديد وسقوط أخلاقي جديد بتتورط في الجماعة. هذه الجماعة الحقيقة ربنا منحهم يعني حاجة كبيرة جدا، وهي كتلة من الغباء السياسي وكتلة من الغباء اللي بيوظفوه ضد أنفسهم. لأنه في النهاية حتى لو أنت كنت بتقدم نفسك على أنك جماعة سياسية بتعارض بعض السياسات أو بتعارض أنظمة في المنطقة، لا يجب أنك كنت تتورط في تأييد احتلال أجنبي لدولة عربية كانت في يوم من الأيام هي ومصر دولة واحدة وكانت عاصمة للخلافة في يوم من الأيام، اللي أنت بتقول أنك جاي بتدافع عن الخلافة وتعيد إحياء فكرة الخلافة. في الحقيقة تأييدهم لهذا الاحتلال وهذا العدوان التركي على دولة عربية شقيقة ودولة مسلمة، أعتقد أنه سقوط جديد، سقوط سياسي وأخلاقي جديد لن تنساه الشعوب العربية ولن ينساه تاريخ هذه الجماعة، وهي نقطة سوداء جديدة تضاف إلى سجل كبير جدا من النقاط السوداء والسقطات لهذه الجماعة اللي الحقيقة طول الوقت كانت رهينة مشروعات أجنبية ومشروعات خارجية. جماعة الإخوان بدأت بتبرع من الاحتلال البريطاني، تأسست بتبرع من الاحتلال البريطاني. المرشد الأول لجماعة الإخوان حسن البنا ذهب بنفسه إلى المخابرات المركزية الأمريكية وعرض التعاون معها لمواجهة النفوذ الشيوعي في المنطقة. جماعة الإخوان فتحت قنوات في الوقت اللي كانت بتتظاهر فيه وتعلن دعمها لحركة حماس في فلسطين، كانت بتفتح قنوات اتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل 2011 اللي هي الداعم الرئيسي لإسرائيل. وبالتالي هذه الجماعة البراجماتية، هذه الجماعة التي لا تتحرك إلا وفق بوصلة مصلحتها الشخصية، بينما المصلحة الوطنية والمصلحة الأخلاقية وكل القيم والشعارات البراقة اللي بترفعها هي مجرد مناورة ومجرد أداة للتلاعب ومجرد أداة للخداع. هي هذه القناة أو هذه الجماعة لا تخدم سوى نفسها ولا تخدم أي مشروعات وطنية ولا مشروعات عربية ولا إسلامية، هي رهينة مشروعات أجنبية ورهينة مشروعات غير وطنية. هناك علاقات ممتدة تاريخيا ما بين جماعة الإخوان وما بين إيران، في بالذات بعد الثورة الإسلامية سنة 79 كانت هناك علاقات قوية جدا. أول طائرة حطت في مطار طهران لتهنئة المرشد الجديد لإيران بنجاح الثورة كانت طائرة تحمل قيادات جماعة الإخوان في مصر. وبالتالي هذه وقائع تاريخية لابد أن نذكرها ولابد أن نذكر الناس بها ولابد أن نعرف الناس بها، لأنه الحقيقة زي ما كان نجيب محفوظ بيقول آفة حارتنا النسيان، فكمان آفة شعوبنا العربية هي النسيان. الناس بتنسى هذا التاريخ وبتنسى هذه الوقائع. هذه الجماعة كانت دائما لا تتحرك إلا في ظل مشروعات أجنبية وفي ظل مشروعات ومصالح وأجهزة استخبارات أجنبية تقدم لها الدعم وتقدم لها التمويل وتقدم لها الخدمات كي تتآمر على وطنها وكي تكون بمثابة حصان طروادة اللي بتدخل بيها هذه الجماعات وهذه الدول إلى غزو ودخول المناطق العربية.